40 يوما مضت ولم تمض الصدمة، ولا شيء يجسدها أكثر من دموع والدة الزميل محمد القدسي، المصور الذي رحل بقصف صاروخي لميليشيا الحوثي على منطقة الخيامي في ريف محافظة تعز بعد عام ونصف من العمل. قال طيب محمد مع الصغير مع الكبير معنا مع أهل القرية مع أي واحد محمد يعني يقوم بكل الواجبات، مش مقصر معنا ولا مع والد عمه ولا مع صغير ولا مع كبير، يعني محمد طيب 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 لأي حاجة. شهيدا قبل 40 يوما يترك محمد العدسة والحياة بعد أن كان يجول في ريف المحافظة منقبا عن قصص الناس ومعاناتهم، ناقلا الواقع في ظل الحرب والسلم. هذه الكوكبة التي نحتفل بها من أبطال الإعلام الذين قاوموا وكانوا جنبا إلى جنب مع إخوانهم الجيش الوطني. في هذه القاعة بجامعة تعز بدا الغياب الحزين لمحمد مأساة تركها لعائلته وأصدقائه ومحبيه. كانت الكلمات التي أدلى بها المشاركون في فعالية التأبين تعبيرا صادقا عن الفراغ الذي تركه. نحن لا ننسى شهدائنا، وفي نفس الوقت أيضا لابد أيضا أن يحذو الناس حذوهم، لابد أيضا أن يتذكروا المحاسن التي كانوا يقومون فيها. سيرة محمد تخبر الكثير عن حياته، كيف سارت ومن أين ابتدأ وأين انتهى. كان يساعد لا يشتغل ويدرس، وبعد تخرج بعد ما نزل لك الثانوية نزل عدن جلس يشتغل مع الغنامي، جلست تشتغل مع الغنامي سنة، كان يشتغل يوفرها مصروفه ووفر لنا احنا. لم تتوقف عدسته، وثق المئات من جرائم ميليشيا الحوثي. كانت قرى الريف تتعرض للقصف الصاروخي بشكل يومي، لم يكن آخرها استهداف منطقة الخيامي التي استشهد وجرح فيها نحو 20 مدني، كان محمد واحدا منهم. خلف هذه الكاميرا كان يقف زميلي محمد، وهنا كنت أقف أنا في انتظار إشارة البدء منه. تشاركنا العمل خصوصا في تغطيات يوميات الحرب الدائرة في المحافظة. كان محمد متفانيا في عمله، شجاعا في أداء مهامه، حتى دفع حياته ثمنا للحقيقة. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.